البحيره مركز كفر الدوار. احنا حضرتك كلنا كده طلاب تعليم فني مظلومين، حقنا ضايع، مش عارفين ناخد حقنا. بقالنا 5 سنين بندرس وبنتعب وبنشقى في التعليم الفني، تمام؟ اللي هو المفروض اللي هو الرئيس ووزير التعليم العالي والوزارات كلها بتقول التعليم الفني دول هنا في البلد مش عارفين ناخد حقنا. علوا التنسيق علينا، تنسيق تعجيزي خالص لحد 90% مش عارفين ندخل اي كليه حكوميه، كله بالخاص. السيد عطا والوزير بعون للتعليم الخاص بالفلوس عشان خاطر هم ياخدوا فلوس ويعرفوا يعيشوا، واحنا عشان خاطر الغلابه واهلنا مش عارف تصرف علينا ودخلنا خاص، مش عارفين ناخد حقنا. واقفين بقالنا 35 يوم حضرتك في الشارع مش راضيين يدونا رد مقنع ولا يدونا ورق ان هم اخدوا نسبه ال 10% حقنا. دخلت من شويه جوه المستشار السيد عطا بيزقني وقال لي ما يكونش حاجه عندنا، اخبط دماغك في الحيطه، ما خدنا نسبه ال 10%. بقول له حضرتك انت بتديني ورق ايه؟ قال لي ما يكونش حاجه عندنا، والامن جم مطلعيني بره ومزقني بره. ومشكلتنا مش عارفين بقالنا 35 يوم في الشارع لحد دلوقتي مش عارفين حد يقعد معانا، وعاملين نروح للوزير نروح لرئيس الوزراء يقول لك هرد عليك بكره هرد عليك بعده، مفيش حد يرد علينا، ما عادش عارفين ناخد حقنا منين. بقول لك واسطه ومش واسطه عشان تعمل التماس، واسطتنا هي ربنا، مالناش غير ربنا في الدنيا. وعايزين حقنا، احنا مش عايزين ما تسيبوش الا اكتر من حقنا. نسبه 10% مش حكايه يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. سيد محمود معهد فن الصناعه البطاريه جايب 92.1، واقفه معانا يعني اغلب النسبه واقفه معانا بكسور. المشكله كلها احنا عايزين نسبه بتاعت نسبه ما اتطبقتش لينا، المفروض نسبه 10% من ده قرار مش من ان احنا، قرار ده متطبق من الوزاره 10%، النسبه دي ما اتطبقتش. وطلعنا كذا مره للاستاذ سيد عطا والوزير ان يجيب لنا ورق يثبت الكلام ده، مش راضي يجيب لنا ورق. اي طفل في ثالثه ابتدائي يقدر يعمل ورق ده عنده فات، ورق مالوش اخدام مالوش جنده مالوش اي حاجه مالوش اي دليل من الصحه. وحتى تظلماتنا دي احنا واخدينها، محدش بيرضى ينزل عبارة، مش راضيين ينزلوا يقولوا لنا حتى انتوا ايه حقكم. طب انزل يا اخي وقول لنا احنا مش نسبتنا ومشينا، قول لنا كده بس وهنمشي، بس انزل قول لنا ان ما لكمش حق. احنا عايزين 10 مش عايزين اكتر من كده، عايزين ورق يثبت النسبه بتاعتنا وهنمشي.